أعزائي الأطباء، النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جداً، موضوع أصبح من الموضوعات اللي بنلاقيها كتير جداً دلوقتي بين مرضانا في مصر، ما كناش بنشوفها زمان كتير. الموضوع الأولاني هو موضوع كرونز، والموضوع الثاني هو موضوع الالتهاب التقرحي. قبل ما هستفيض في الحديث، واجب أن أنا أعرفكم بنفسي. أنا دكتور محمد أمين صقر، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس المجلس العلمي لزمالة الجهاز الهضمي والكبد المصرية. الحقيقة اللي خلاني أتكلم في الموضوع ده أن الموضوع ده بدأ ينتشر، الممارسات الطبية فيه الحقيقة في كثير من الأحوال ما بترجعش لخطوط الإرشاد الدولية اللي بتقول لنا إزاي نشخص المريض وإزاي نعالج المريض بطريقة سليمة تتفق مع المعايير الدولية عشان نصل إلى العلاج أو إلى الشفاء بإذن الله. واجب الطبيب في الأول إن هو يشخص المرض. إزاي هيشخص المرض؟ لازم يكون عارف الأعراض. يمكن الأعراض الشهيرة اللي بتبان في الالتهاب التقرحي إن المريض بيبقى جاي بنزيف من الشرج أو إسهال مدمم. يبقى لازم نحن عارفين الديفرنشال دياجنوزز، لازم عارفين الاسباب اللي ممكن تعمل كده. مش كل مريض جاي باسهال مدمم هو ديزنتريا، هو حاجه من الامراض المعديه. لا، الموضوع قد يكون اكبر من كده، قد يكون التهاب تقرحي، وقد يكون لا قدر الله امراض خبيثه، سرطان القولون على سبيل المثال. المريض بيبقى جاي غالبا بالاسهال المدمم، السن بيبقى متوسط، غالبا المريض بيبقى جاي بمحاولات علاجية كثيرة قبل كده على انها امراض معدية وتكون غالبا فشلت. يمكن التهاب التقرحي ما بيصيبش اجزاء كثيرة في جسم الانسان زي مرض كرونز، ولكن المريض ممكن يبقى جاي بالتهاب في المفاصل، قد يكون جاي بالتهاب في العين، قد يكون جاي بالتهابات على الجلد. كل دي أعراض ممكن تظهر عند المريض. الحقيقة التشخيص بيبدأ بخطوات قد تكون في الأول معملية، قد نلجأ إلى التشخيص عن طريق وسائل التصوير الطبي زي الموجات الصوتية وزي الأشعة المقطعية، لكن في أغلب الأحيان إحنا بنكون مضطرين في الآخر إن إحنا نعمل الشيء اللي بيشخص بدقة، وهو إن إحنا نعمل منظار على القولون وناخد عينات نفحصها نسيجيا histopathological examination of endoscopy biopsy. الموضوع بالنسبة لمرض كرونز مختلف شوية. يمكن المريض بتاع كرونز الأعراض اللي فيه بتكون أعراض متفاوتة، ممكن يبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن يكون فيه إسهال، ممكن يكون فيه بالعكس إمساك، وأحيانا المريض بيبقى جاي فقط لغير بآلام في البطن غير مفسرة وغير مبررة وغير مستجيبة للوسائل النمطية في علاج مثل هذه الأحوال. فقدان الوزن قد يكون أحد أهم الأعراض اللي ممكن يبيها يجي المريض. الحقيقة الديفرنشال دياجنوزز بتاع كرونز كبير ومتعدد، لأنه إما أن هو بيصيب الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة أو يصيب حتى الجهاز الهضمي العلوي. إذا أصاب الأمعاء الدقيقة والغليظة في مكان التقائهم، فالديفرنشال دياجنوزز بتاعه أو التشخيص المقارن قد يدخل فيه الدرن ومرض الليمفوما. الاثنين دول ممكن يبقى فيه يعني عدم وضوح في التشخيص، عشان كده لازم يبقى احنا عارفين احنا بنتعامل ازاي مع المريض. هنا الأشعة هيكون لها دور كبير بعكس التهاب التقرحي، هنا الألترا ساوند أو الموجات الصوتية هيكون لها دور في التشخيص. قد نلجأ لحاجة اسمها MR انتروغرافي أو تصوير الأمعاء الدقيقة باستخدام الرنين المغناطيسي. احيانا بناخد عينه عن طريق الجلد، وقد نلجا في الاخر الى المنظار اذا ما عرفناش ان احنا هنشخص. بنعمل المنظار وبندخل الامعاء الدقيقه عن طريق الامعاء الغليظه وبناخد عينات وبنفحصها نسيجيا. الحقيقه العلاج بتاع كرونز والتهاب التقرحي يكاد يكون قريب جدا من بعضه. احنا بنبدا بمضادات الالتهاب، وقد نلجا الى استخدام الكورتيزون، واحيانا بنستعمل الاميون موديوليتورز زي الازاثيبرين والميثوتريكسيد. واذا العلاجات دي كلها ما نجحتش بنضطر في الاخر ان احنا نستعمل العلاج البيولوجي.
الرسالة اللي عاوز أوصلها في نهاية هذا الحديث أنه تشخيص هذه الموضوعات بيحتاج كثير من الخبرة، بيحتاج كثير من الصبر. ما تكبرش على نفسك وما تقولش ان انا عارف، لا، اذا كنت مش عارف تشخص المريض كويس الجا للي اكبر منك، اقرا كويس قبل ما تشخص المريض وقبل ما تعالجه، لانه التشخيص الخاطئ هيوصلك لعلاج خاطئ والعيان ممكن ما يستحملش كده والعيان نفقده او نفقد على الاقل جزء من اعضاء. واشكركم على حسن المتابعه.